السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله طيب. احنا سعيد كتير، يعني احنا سعداء بمتابعة حضرتك جدا والله. الله يسعدنا وياكم بالإيمان وبالفردوس. أنا ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ تفضلي يا أختي. أول حاجة أنا عايزة أعرف، يعني أنا بوعد ربنا في حاجات كتير قوي للأسف ما بعرفش أعملها، ما بعملهاش يعني. عهد يعني؟ عهد يعني ولا ولا كلام بس كده؟ عهد باخد عهود كتير قوي بالالتزام والصلاة في وقتها وحاجات كتير خاصة بالعبادات، يعني مش خاصة بالعادات خالص، بس للأسف بطلع يعني ما بعرفش التزم. إذا كنت معقدة لهذا العهد فكفارة العهد كفارة يمين. فعلا كفارة العهد إذا كنت مؤكدة ومعقدة عليه القلب كفارته كفارة يمين. مشكلة أن أنا حاسة أن أنا منافقة يا شيخ مصطفى. استغفر الله ولا تتبع خطوات الشيطان ولا تستسلمي للشيطان.